ويا مساء الكنافة. اليوم بنسوي حلو الكنافة، مو كنافة عادية، لأن الكنافة العادية سويتها معاكم من قبل وموجودة بانستغرامي. اليوم بنسوي حلو لذيذ بالكنافة. نحتاج أول شيء عجينة كنافة، شجرة أو برتقالية كيفكم. أوكي، راح نفرمها بالفود بروسيسر أو تقدرون تقصونها بمقص. شوفوا هذا شكلها بعد ما فرمناها بالفود بروسيسر، هذا الحجم اللي نحتاجه. شوفوا، يلا الحين بنحمرها بزبدة، ما نحمرها بس نقليها بزبدة، يعني نبيها تستوي بدون لا يتغير لونها. وبسوي معاكم الخلطة البيضاء اللي بنحطها بين طبقات الكنافة. يلا بسم الله نجهز الشعرية. أول شيء شعرية الكنافة، نحتاج نص قالب زبدة، بذوب الزبدة، بعدين بس بحمس الشعرية بالزبدة بدون لا أغير لونها، بس أبيها تستوي علشان أقدر أستخدمها، لأن أنا ما راح أدخلها فرن. حلو يقدم على طول أو يدخل الثلاجة، فما راح يدخل فرن كلش، علشان كذي أحتاج أن الشعرية تستوي. أوكي، هذه شعرية الكنافة، حط الشعرية على الزبدة وقلبها لغاية ما تستوي، بس أتوقع أن أنا ما راح أحتاج كل الكمية، أنا مستخدمة باكيت كامل. طبعا اللي عندي هذه اللي تكون برتقالية، يعني هي أساسا مسوينها شعرية برتقالية مصبوغة، إذا ما عندكم تقدرون تستخدمون الشجرة عادي. شعرية الكنافة هي اوريدي مستوية، لان يسوونها على فرن. عليكم السلام. يسوونها على، يعني ما يحضرونها يسوونها لكم على صاجة، فهي اساسا مستوية، ولكن احنا نطبخها اكثر لما نحمسها بالزبدة. شلون ندري انها استوت بدون لا يتغير لونها؟ تصير كذي كريسبي، مقرمشة، تسمعون؟ اوكي، طبعا قاعدة اقلبها على نار هادية، لا تطولون على الشولة كلش علشان لا تحترق الزبدة ولا تحترق الشعرية. ترى استخدمت الباكيت كامل، رديت ضفت الكمية. يلا الحين نحضر خلطة القشطة مع بعض. اسوي الحين خلطة القشطة، كنا قاعدة اسوي محلبية بالضبط، كنا محلبية، بس راح اضيف لها حليب مكثف محلى، وراح اضيف لها جيمر. اوكي، يعني بدال الشكر راح نحط حليب مكثف محلى، راح يعطينا طعم احلى. تقدرون تحطون شكر كيفكم، هذه يصلح. حاطه انا هني 4 اكواب من الحليب، احتاج 3 ملاعق كبيره من النشا. اوكي، هذه واحده. طبعا للحين ما شبيت النار، اذوب النشا بعدين احط الحليب على النار، وهذه الثالثه. وراح نحتاج تقدرون تحطون زعفران وهيل اذا تبون الحلو بطابع كويتي مثلا، لكن اذا تبونه يعني بطابع، هي الكنافه دائما تحب ماي الورد وماي الزهر، والحلو العربي يحب هذا، يعني هذه النكهه، ماي ورد او ماي زهر. انا عاده افضل نكهه الهيل والزعفران اكثر من ماي الورد وماي الزهر، لكن اليوم بحط ماي ورد. اليوم بنسوي الحلو العربي على اصوله. بعد ما ذوبت النشا بالحليب والحليب المكثف المحلى، اوكي، حطيت الحليب على النار، اتاكد اول شيء ان كل شيء ذاب، بعدين نحطه على النار واحرك باستمرار لين يثقل عندي الخليط. بعد ما يثقل احط جيمر واحد، اوكي، قشطة، بس واحد كافي، يعطيني كذي نكهة ألذ حق القشطة اللي سويناها او حق المحلبية اللي سويناها. ما زلت احرك، انطر لين يغلي ويثقل معاي الخليط. بدأ الخليط يثقل عندي. بنات تصحيح، 4 أكواب حليب و4 ملاعق نشا، مو 3، أوكي، 4 أكواب حليب و4 ملاعق نشا، والشكر حسب الرغبة، وماي الورد أيضا حسب الرغبة. تقدرون تحطون شكر أو تحطون حليب مكثف محلى نفس ما أنا حطيت. كذي قوام القشطة مناسب، وطبعا اللي طفينا النار الحين بتثقل زيادة، فبس الحين اطفي النار واضيف الجيمر. اوكي،
نضيف القهمر ونخلط، بس طفينا الشولة، نخلط على البارد. اوكي، نذوب القهمر بالقشطة اللي سويناها او بالمحلبية اللي سويناها. ذاب الجيمر عندي تماما بالقشطة اللي سويناها. الحين شنو نسوي؟ نبدي نسوي طبقات الحلو. تقدرون تسوونه بأكواب، يصير اسمه أكواب الكنافة. طبقة من الكنافة تسقونها شيرة، بعدين طبقة من القشطة، بعدين طبقة أخيرة من الكنافة. يعني تقدرون تسوونه بأكواب ويصير عندكم ينن وحلو حق التقديم. أنا اليوم بسوي بايركس نغرف منه، يعني هذا يقدم حق كل شخص كوب، الثاني لا تغرفون منه. أوكي، الحين نحط الطبقة الأولى اللي هي الكنافة. ليش أقول لكم بأكواب أفضل؟ لأن لما يعني تقدمونه ينوكل بالقفشة، لكن لما تيون تقدمونه كذي ما يتقطع، تغرفين غرف، عرفتوا؟ لأن هي الطبقة اللي تحت مو متماسكة عشان تقطعينه مثلا مسكين وتقدمينه. لكن أنا اليوم اختصارا للوقت بسويه بمعون واحد. يفضل تسوونه بأكواب. نحط نص كمية الكنافة تحت ونسقيها شيرة. حطيت أول طبقة من الكنافة، أسقيها الحين شيرة. ما عندي أطر اللي هو الشيرة العربية اللي تصير بماي ورد أو ماي زهر، عندي شيرة بالزعفران فبستخدمها. أوكي، وتقدرون بعد تسقونه حليب مكثف محلى، مو شرط شيرة. بس الطبقة اللي تحت راح أسقيها شيرة، الطبقة اللي فوق بخليها كذي مقرمشة. أوكي، لأن أساساً خلطة القشطة اللي سويناها حالية فيها حليب مكثف محلى وتحت في شيرة، فما نحتاج نضيف على الطبقة الأخيرة شيرة. أوكي، نبدي الحين بسم الله الرحمن الرحيم نصب طبقة القشطة. بالتدريج إن شاء الله تطلع عندي عينة الكنافة فوق. مهم جدا نصب القشطة بالتدريج، لا تجيبين الجدر بكبره وتصبين، راح تطلع عندك شعرية الكنافة فوق وراح يخترب الحلو كله. احنا نبي طبقات، فلازم نصب شوي شوي بالتدريج. اوكي، انا راح تمسك اول طبقة تمسك لك الشعرية، بعدين نحط بقية الطبقات بهذا الشكل. حطيت كل طبقة القشطة، الحين بسم الله الرحمن الرحيم أحط الكنافة، نوزعها كذي بعد شوي شوي علشان ما تتداخل الطبقات ببعض. أوكي، أحب الحلو العربي أحبه. تقدرون بعد تقدمون معاها شيرة حق اللي يبي زيادة يحط على قطعته أو على صحنه. أنا كذي أحس إن الشيرة مناسبة، لأن قلت لكم حطينا شيرة تحت والقشطة أساسا حالية، فما يعني ما نبي الطعم كله شكر. حلو إن تكون الطبقة اللي فوق ما فيها شيرة. تقدرون تدخلون الثلاجة وتقدمونه بارد، وتقدرون تقدمونه دافي. هذا حق اللي ما يضبطون الكنافة، أو اللي ما تبي تسوي كنافة تبي تسوي شيء ثاني يسوي لذيذ. أنا لأن مسوية معاكم الكنافة من قبل فما حبيت أعيد نفس الوصفة، قلت أسوي معاكم شيء جديد. هني سويت أطباق صغيرة نفس الشيء، قلت لكم أكواب. أوكي، نفس الشيء آخر طبقة نحط كنافة وبس، وسلامتكم وتعيشون. نزين بالفستق وتقدم دافية وتقدم باردة، يعني تقدرون تدخلون الحلو الثلاجة وتقدمونه بارد، وتقدرون تقدمونه دافي، بالحالتين حلو. انتوا لكم حرية الاختيار. آخر شيء رشة فستق، وهني ومليون عافية، وخلص حلونا اللذيذ. جربوه، بسيط وسهل وما ياخذ وقت. إذا كنافة ما عندكم الكنافة البرتقالية تقدرون تستخدمون البيضة عادي، بس تحمرونها لين تصير شقرة بعدين تستخدمونها.
هذا الشكل النهائي لحلو الكنافة. وسلامتكم وتعيشون.